لا، جمهور النادي الاهلي له مواقف عظيمه الحقيقه، واخرها الحقيقه مسانده اللاعبين خلال الاسبوع او الفتره اللي فاتت. كان في مباراتين اتعادل فيهم النادي الاهلي، ولكن مسانده الجمهور دائما بتخلي اللعيبه تطلع من جو التعب والاجهاد والاكتئاب الرياضي اللي بيجي لهم من التعادل، لانه دايما انت عارف في النادي الاهلي انت بتلعب على المكسب فقط لا غير، وبالتالي الجمهور لما بيبقى واقف معاك بتحس ان انت فوق الدنيا كلها. اكيد طبعا. بص، النادي الاهلي اكتر من اكتر الجماهير يمكن في الملعب عاشق ناديها وبتلف ورا ناديها في كل مكان، بس لازم برضو اللعيبه تكون اذكياء في التعامل مع موضوع اللعيبه، مع موضوع الجمهور. يعني بص، مهما كان الجمهور ده، لا خلينا نفكر انه اولا احيانا بتلاقي ناس من الجماهير جدا، يعني طبقه متوسطه او طبقه حتى بالنسبة لهم كرة القدم دي، أو لما نادي الأهلي بيكسب بتفرحهم وبتخلي يومهم يمشوا حلو، فهم مستنيين الحتة دي. فأنت بالتالي لازم تكون ذكي، فلازم أنت تتعلم زي ما أنت بتعرف بتحاول إن أنت، هم بيدوك الجماهير بتديك شعبية وبتديك دعم كبير، حقيقي. فلازم تتعامل مع حتة إنه الزعل بتاعهم بطريقة تكون ذكية. لازم دايما، يعني احنا نشوف لما انت بتقدم، حتى لما يكون لعيبه اكيد اي واحد مثلا من الجمهور بيتضايق لما نادي بيعمل ماتش وحش طبعا او حتى اللعيبه، فلازم يبقى انت كلاعب في النادي الاهلي ما دام لبست تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى عندك خبره في التعامل مع الموضوع ده والتعامل مع الجماهير، لانه دايما جماهير النادي الاهلي ما بترضاش الا بالفوز. فبالتالي لازم يبقى في ذكاء من اللعيبه في التعامل ده، ويكون مقدر زي ما بيحب الجمهور يسانده، لازم يكون مقدر لما الجمهور بيزعل منه. الجمهور بيزعل منه عشان بيحبه وعايز منه افضل نتيجه وافضل اداء في الملعب وبيحب النادي، يعني طبعا. الجمهور هو، يعني كنت دايما اقول هذه الكلمه، ان الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومه اللي بيطلع من جيبه علشان يروح يتفرج على اللاعبين ويروح يتفرج على ويشجع النادي اللي بيحبه وهكذا. اكيد. بص، في لعيبه اعتزلت كتير من النادي نعم الاهلي صح، ولعبت وعايشه على السنين اللي لعبتها في النادي الاهلي، وعايشه لغايه دلوقتي على محبه جمهور النادي الاهلي. حقيقي. فانت لما تكون لعيب لازم يكون عندك ذكاء في الحته دي، لازم تكسب تعاطف الجمهور، حتى لما تكون غلطان تتعامل كويس مع الموضوع ده وتتعامل بذكاء، سواء على السوشيال ميديا، انت عارف دلوقتي صفحات السوشيال ميديا بقت كتير وبقت بقت مؤثرة كمان. طبعا، واي لاعب اي كلمه بتتكتب عن في لاعب او في حساب لاعب بيبقى مسؤول عنها طبعا وبتنتشر في مصر كلها، فلازم يبقى في ذكاء في التعامل مع الموضوع ده، ولازم برضو زي ما الجمهور لازم يبقى مقدر حاله الفريق ووضع الفريق، لكن في النهايه الجمهور الجمهور، وجمهور النادي الاهلي دايما بيحب المكسب وما بيرضاش الا بالمكسب، فلازم في ذكاء من اللاعبين في التعامل مع الموضوع ده. وزي ما النادي الاهلي بيديك حاجات كتير وجمهور النادي الاهلي بيديك حاجات، لازم يبقى عندك يعني زي ما بنقول كده، يبقى عندك حتة ان انت تتقبل النقد وتتقبل ان الجمهور بيبقى زعلان منك، لانه اول ما بتعمل ماتش كويس خلاص بالتالي بترجع بيعليك اخر بتصالح، ايوه بتصالح الجماهير، ولازم طبعا تعيش لقدام، لان حب الجمهور ده هو اللي بيفضل في كلنا. في كرة القدم هي حالة في حياتنا او ليها سن معين وهنبطل، هو ده اللي عايشين لغاية دلوقتي. لما الناس بتشوفك ولا بتشوفني في الشارع، هي دي المحبة، دايما لازم تخرج بصورة كويس. كويسة طبعا.